في الدرس الثامن حنتكلم عن المخطط الانسيابي، انه نحن ممكن نستخدم الفلوتشارت او المخطط الانسيابي لتمثيل الخطوات تحت الحل اللي كتبناه في الخوارزمية. لو جينا نعرف المخطط الانسيابي، هو رصد تخطيطي يعرض تدفق البيانات بشكل مرئي، يعني انت بتشوف تدفق البيانات بشكل رسومات. لما تشوف المخطط الانسيابي ممكن من السهل مشاهدة العمليات اللي يتم إجراها وتسلسل هذه العمليات في النظام، يعني بسهل لنا نتابع خطوات الحل بصورة أفضل وشكل مرئي. الخوارزمية ذكرناها في الدرس الفات إنها هي سلسلة من خطوات لحل مشكلة أو خطوات الحل للمشكلة، فنحن ممكن نستخدم المخطط الانسيابي لتمثيل الخوارزمية باختصار. المخطط الانسيابي بيصف العمليات المطلوبة لحل مشكلة معينة، وانت ممكن تشوف المخطط الانسيابي انه او باعتباره هو مخطط للتصميم الذي قمت بإنشاءه لحل مشكلة ما، تشوفه ظاهر قدامك. اذا جيت تحل مشكلة باستخدام الكمبيوتر، كان ده قلنا في البداية انت ما ممكن تتعلم لغة برمجة طوال تجي تكتب الحل كود، فانت بتحتاج تكتب برنامج كمبيوتر، لكن قبل البرنامج لازم تعمل خطوات الحل في خوارزمية، ويكون من المفيد جدا انك تعمل فلوتشارت مخطط انسيابي للخطوات قبل ما تكتب البرنامج، بيساعدك كثير في كتابة البرنامج الفلوتشارت. دي الرموز اللي بتستخدم معظم يعني المشهورة في المخطط الانسيابي الفلوتشارت. عندي الرسم المربع العادي ده بيمثل عملية، يعني أي عملية أنت هتعملها، عملية حسابية، عملية بروسيسنج، بتتم بطرق تكتبها داخل مربع زي ده. الشكل زي ده يا إما عايز تدخل معلومات أو تخرج معلومات، إدخال وإخراج. والشكل ده المعين ده قرار ديزيجن، يعني أنت هنا هيكون في مفترق طرق، يا إما تعمل حاجة كده أو كده، ودي عندك وصلة الدائرة دي. مثلا لو كان عندك مخطط انت شغال فيه وما انتهى في صفحة معينة، ممكن تعمل دائرة وتبدأ من الدائرة في صفحة تانية، فدي وصلة انه انت لسه مواصل في المخطط. الشكل زي ده المربع لكن فيه خطين، دي عملية معرفة مسبقا pre-defined process، يعني كود روتين جاهز انت تمثله بالرسمة دي بالشكل ده. والشكل ده بيمثل تيرمينال طرفية، يعني بداية الفلوتشارت ونهايته بتكون بالشكل ده. والأسهم دي في الاتجاهات الأربعة بتوضح التدفق بتاع أو الانسياب حق الداتا أو حق العمليات. لو جينا نشوف المثال اللي عملناه في الدرس الفات حق الخوارزمية بتاع مساحة المربع، قلنا هناك في الدرس الفات في الخوارزمية إنه نحنا بنستلم قيمة وبعدين بنحل نكتب المعادلة ونطبع النتيجة، ثلاثة خطوات في الخوارزمية. هنا ممكن أمثلها بالرسمة دي اللي هي دي بداية الفلوتشارت، وهنا نهاية الفلوتشارت معروفة. هنا الشكل ده لأنه إدخال معلومات، أنا هأقبل أو هأقبل كمدخل قيمة الضلع ضاء، وهنا ده شكل عملية. العملية هي نحسب مساحة المربع، نضرب الضلع في الضلع ونخزن في مساحة المربع، وهنا دي عملية خرج، نعمل برينت ونطبع ونصير المساحة اللي حسبناها في العملية اللي فوق، ودي نهاية الفلوتشارت. كده كيف نعمل فلوتشارت لخوارزمية بتاعت الدرس الفات.